السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نصايب لكم شوربه ديال الشعير بالسانوج والحلبه والعشوب اللي كتجي هائله وكتجي زوينه وصحيه. فيها حبرشاد، حبرشاد بالنسبه للبرد، فيها الزعتر. ان شاء الله نقدمها لكم اللي كتجي رائعه وصحيه. بالنسبه للعشاء خفيف، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتشاركوا معايا في القناه. يلا نخليكم مع الطريقه والمقادير. طيبوا الحسوه ديال البلبوله تاع الشعير. كنحتاجوا البلبوله جوج كيسان مرطبين، البلبوله البلديه جوج كيسان مرطبين في الماء، وصفينا الماء ها هي. كنديروا معاها شويه ديال حبرشاد، شويه ديال السانوج ها هو منقين، شويه ديال الحلبه، شويه ديال النافع البلدي، شويه ديال الزعتر، وشويه ديال البصله، معلقه كبيره ديال البصله، غبره والملحه على حسب الذوق، وقريصه ديال الكمون. وغادي نصبوها بزيت البلديه، هذا هو القوام ديالها. كناخذوا الماء كنغليوه في الكوكوط، ومني غلى لينا ها هو درنا، ملي غلى غنبداو نزيدو. دابا غنبداو نزيدو البلبوله. حنا دابا درنا البلبوله راها مرطبه في الماء. حطينا البلبوله، غادي نزيدو الملحه، قريصه تاع الكمون ضروريه، ونزيدو كنزيدو البصله غبره، وكنزيدو الزعتر معلقه كبيره ديال الزعتر، كنزيدو شويه حبرشاد، ونخلطو وشويه نزيدو السانوج، ونزيدو الحلبه، ونزيدو النافع البلدي، ونزيدو الزيت شي ثلاثه المعالق، ثلاثه المعالق تاع الزيت البلديه. ونخليوها دابا ندورو ونخليوها تشحر. هاد الحسوه راه كتجي زوينه بزاف، هاد الحسوه ديال البرد، زوينه ودوى البرد، هذا ودوى البرد، وهي صحيه، صحيه بزاف وزوينه كتجي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. بالنسبه للعشاء خفيف، هذه كنديروها للعشاء والفطور، الفطور ولا العشاء ولا كنخليوها دابا تشحر مزيان. ها هي دابا كطيب مره، هي ونقصوا عليها العافيه ونخليوها طيب على خاطر هي كتبغي المهن. واكثر هي اللي عنده داك بحال الطاجين بحال الجميله تاع الطين، بغا يدير فيها الحليب يديرها، واللي ما بغاش راه فيها زيت العود، كتجي زوينه بزاف وصحيه. ها صحيه باينه على صحيه. كنخليوها دابا اللي بغا يديرها بالحليب يديرها بالحليب، ماشي مشكل، حليب حتى الاخر طيب، تطيب مزيان. دابا هي حيت كتشد الطياب نقصوا العافيه ونخليوها تشحر طيب على خاطر خاطر. احنا مره كنحركوها، ما نخليوهاش، ما نساوش عليها، مره نحركوها حتى طيب. مره كنحركوها حتى طيب. ما نقولش لكم طالعه الريحه تاع العشوب تاع البصله تاع الزعتر هائلة.
انا نوريكم كيفاش كتجالب. ها هي كتجالب ونقصنا عليها العافيه وكنخليوها ما نسدوش عليها. الا سدينا كنسدو ونخليه واحد شويه منفس باش ما تفيضش، حيت هي كتفيض ضروري تخليوها محلول عليها شويه باش هي طيب على خاطرها، ونقصوا العافيه وخليوها. راه هي دابا كتجالب، حيت هاد الحسوه تاع الشعير كتبغي العافيه تكون مهيله كتجي زوينه وصحيه. اخص الا درتو لك كان عندكم هذاك حنا كنقولوا ليه الحماس ديال الطين، كتجي صحيه كتجي روعه. يد ديال هاد البرد هذا مخير زوينه كتجي. هيا دابا نخليوه حتى طيب غنوريكم هزي. هيا شتو دابا باقا ما طابش، مره مره نحركوها وندوقوا على الملحه واش نزيدوا ولا ما نزيدوش الملحه، ونخليوها دابا تطيب على خاطرها. احنا بعد ما طابت غنديروا فيها الحليب في الاخر ونطفيو عليها. احنا درنا الحليب نخليوها شويه تغلى شويه ونطفيو عليها، نخليوها شويه جاريه حتى هي كتشرب. صافي دابا حنايا غنطفيو عليها ونرجعو ليها. ها هي دابا بعد ما طابت، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، راها صحيه وزوينه. يلا في الصحه والراحه. هيا ان شاء الله نقدموها في الزليف.